يلا وقف هني وقف هني وقف هني وقف هني وقف. يلا ابو بخيت امسك 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 امسك. يلا صاد قرن قرون قرون قرون. يلا يلا تعال ابو بخيت تعال. طلع القرن منك، طلع القرن من ورا. يلا ارفع مسكه زين، امسك الطريقه زين محدين. يلا ابو بخيت تعال شوف هذا الغزال العرق. نعم اي نعم. شوف اليوم ما شاء الله صدنا اليوم. اي لا صدنا المها، صدنا النعام، صدنا الغزلان. يا حليله. لا لا بس خلوها بس باقي الصيد الاهم اليوم اللي هو اللي باقي صيد الذياب. ايه بعد ذياب لا بالله خلنا على الغزال. خلنا على الغزال احسن. لا بس خلوها لا تتعور. يلا خلاص يعطيكم العافية. الله صبر صبر صبر. لا نطلع بطوه. لا تطلع هنا على اليسار. إيه؟ يمكن نوقف هنا شوي لحظة حق يمكن هنا الفرق بين المها الأفريقي. هذا المها الأفريقي. إيه؟ رقبته طبعا حمراء، وهذاك الفرق بين المها العربي. نعم هذا نعم. المها الأفريقي وهذاك. نعم هذا حمر وهذاك الأبيض. نعم إيه. إيه نعم. هذا المها العربي بإمكانهم يأخذون لقطة كذلك. إيه نعم. شوف نعم. هاي الفرق بينها. نعم شوف اللون هذا يختلف وهذا يختلف. نعم. نعم نعم. مكحل بالأسود يعني. صحيح. الحين ننتقل مكان ثاني إن شاء الله يرقص النعام الحين. يلا. ننتقل مكان ثاني. يلا توكل على الله. شوف الكبير هذا الضخم الكبار هاي. شوف الكبار. ايه نعم نعم نعم. شوف واصل لين السقف. ايه ما شاء الله ارتفاعه كم يجي ارتفاعه هذا؟ مترين ونص تقريبا. هذا شنو زياد ولا شنو اللي معلق فوق هناك؟ ها؟ هذاك في شيء معلق؟ لا 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 هذا مجرد عازل حراري. ايه عازل. تلاحظ هنا القنافذ ذكي هنا مجموعه وهناك السلاحف البريه. شفت السلاحف ابو خيت؟ ايه. على اليمين هذه سلاحف برية. البريه. عندنا السلاحف البريه والسلاحف النهريه. إيه. بالإضافة عندنا القنافذ. تشوف القنافذ تعال هنا يمكن يأخذ لقطات على القنفذ. القنفذ طبعا يخاف من الناس يكمش زين. نعم هو بالعادة حيوان ليلي. نعم الحين أشوف عندك هني القرد الأفريقي والقرد الهندي موجود، دجاج. سلبتهم عدادة طبعا هني. الحين في عندنا مجموعة من الحيوانات البرية مثل القرد الأفريقي والقرد الهندي. نعم بالإضافة نعم. إلى الحجر العربي النادر، بالإضافة للوبر الجبلي. إيه. بالإضافة للثعالب. يعني مجموعة من الحيوانات البرية. نعم نعم. والحين ننتقل بعد شوية نتحرك نروح نشوف الأماكن الحيوانات المفترسة. الحيوانات المفترسة يعني هذا الحين مكان الحيوانات المفترسة. نعم الحين بدينا. شفت تلاحظ الحين؟ إيه. الحين هذا شوف هذا الكلب. إيش الكلب هذا؟ هاي الكلب الدميليشن طبعا نستخدمه للحراسات. هاي حق الحراسات. نعم. وهذا نفس الشيء. هذا بعد نفس. هاي الدونجو. هاي من استراليا. وهذا الذيب العربي. وهذا الذيب العربي. شفت لاحظ الذيب العربي؟ هذا الذيب العربي. هذا الذيب النادر طبعا الذيب العربي. نعم نعم نعم. طبعا تلاحظ القسم الثاني الضباع. شوف الضباع راقده. ايه الضباع العربية. هذه الضباع العربية ها؟ نعم. الحال هاي ولا لا؟ لا موجودة كم مجموعة ثانية في الغرس الثاني. ايه شوف هنا اثنين. هنا جوز داخل. هذه داخل. اي داخل. نعم نعم. الضباع العربي. ممكن يحركونه ما يكون داخل هناك. نعم. وهذا الثعالب. هذا حرك على الضبع بس لا تفتحون الابواب. تحملوا قول لهم لا لا تبطل البيبان ها. تحملوا ايه هذا حمامه شوف هنا. اي نعم حمامه. ايه هذا الحمام. نعم نعم نعم. بالاضافه هاي نوعيه من الكلاب تستخدم حق الاطفال. هذه الكلاب هاي. إيه؟ الكلاب هذه ما هذه عاديه يعني. نعم بريش عادية. هذا يقول عنه بريش هذا. هنا طبعا تلاحظ الكنار كميه الكنار اللي نازله. ايه هاي ايه بعد شوي الجمهور طبعا ياخذون من الكنار. ايه لا شغل عليه. اه هنا شجر الزيتون طبعا اسمها شجره السلام اللي تلاحظ على يسارك. ها هاي شجر الزيتون. شجر الزيتون. نعم زيتون. نعم ايه. واللي تحتنا هي الحين في ظلها احنا القرط اسمها. اي القرط. نعم القرط. نعم. واللي قدامنا اللي هو الكنار. ايه وفي بعدها اللي هو شجر الرمان. اي نعم. وشجر الحنة وشجر التين كلها موجودة. لا يعطيك العافية. والحين راح ننتقل إن شاء الله نروح نتغدى. يعطيك العافية وما قصرت وخذنا معك جولة حلوة. الله ويعطيك العافية. الله يحييكم. يعطيك العافية أبو مطر وما قصرت. الله يعافيك. تجولنا وياك في هذا محميتك وهذا ونتمنى إن شاء الله إن بعد مسؤولين بعدنا ان يوقفوا معاك ويعني يساعدونك على هذه الاشياء هذه. نعم ويشجعونك بعد. جزاك الله خير. ايه والحين
يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا احنا في قبل ختام البرنامج طبعا اقول طبعا الانسان قد ما يقدر خدمة الوطن فهذا شيء يسعد الانسان. نعم. انه يرمز لوطنه وبلاده وحكومته ويشرف بلاده طبعا في كل ما يستطيع من مجالات. نعم. كما تعلم المحمية اصبحت سياحة وتعليم وبيئة. نعم. وتراث. نعم. وتقدم جميع خدمات المجال من 20 سنة. نعم. وهذا شيء يسعدني. وفي نهاية الختام طبعا اقدم لبرنامجكم درع تذكاري ان شاء الله يكون على حوز على اعزابكم. شكرا لكم وتفضلوا. جزاك الله خير. والحين تفضلوا غداكم.